اشرف ان انا اكون موجود بين اهلي النهارده علشان نقدر نقول ان احنا بنتواصل معاهم عشان نسمع وجهات نظرهم في محاور الحوار الوطني، وايضا نسمع عن مشاكلهم واحتياجاتهم. فاحنا النهارده موجودين علشان كمان ننقل نبض المواطن واحتياجاته وانه يساهم بشكل حقيقي في الحلول. يمكن ربنا يكرمنا ان شاء الله باراء تكون خارج الصندوق تساهم في الحلول سواء على المستوى القومي او المستوى المحلي لكل قايه واحتياجاتها. نشكر سيادة الرئيس على دعوة الشعب المصري للحوار الوطني، على النزول للطبيعة لمعرفة شباب مشاكل البلد الكرة. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فخامة الرئيس جمع مجهودات عظيمة جدا وكبيرة جدا، منها طبعا حياة كريمة وجميع المشروعات والطرق والكباري، وعمل عمل يعني فخم جدا وعمل فعال ومن أعظم ما يمكن. التطور في رصف طرق وبناء مدارس وتجديد معاهد ومستشفيات في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يوفقه ويوفقه ويزيده من فضله، وراه الظهير الشعبي.